طلب معالي السيد مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في كلمته الافتتاحيه للجلسه الاعتياديه المنعقده اليوم النظام الايراني بالكف عن السياسات التي من شانها تغذيه النزاعات الطائفيه والمذهبيه والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربيه والكف عن اصدار التصريحات الاستفزازيه واللامسؤوله تجاه مملكه البحرين وجمهوريه اليمن والاعمال العدوانيه تجاه البحرين. وذلك من خلال تقديم الدعم لعصابات ارهابيه وتأجيج النعرات الطائفيه ضربا للوحده الوطنيه، معلنا دعم البرلمان العربي الكامل لمملكه البحرين بما تقوم به للحفاظ على امنها واستقرارها وسلامه اراضيها، ومثمنا احباط قوات الامن البحرينيه لتهريب عدد من المطلوبين في قضايا ارهابيه والهاربين من مركز الاصلاح والتأهيل.